سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بأنوار المعرفة الدينية التي تطمح النفوس لها حتى تتفتح عقولها وقلوبها على بلوغ المعرفة الدينية، من أهل الفضل ونبذة من حلقات العلم للشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نتوجه إليه بالشكر على ما يتفضل به من قول بليغ في لقائنا المتكرر من أجل راحة العقول. الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صدق الله العظيم. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما هو الدليل على وقوع الوحي؟ ما هو الدليل على وقوع الوحي؟ الدليل على وقوع الوحي أن فيه واحد بيدعي أنه نبي، وبعدين يقول له انت دي دعوة، ما دليلك عليها؟ يقول ربنا اداني معجزة ما حدش يقدر يعمل ايه، زي محمد نزل في أمة الفصاحة والبلاغة والأداء لا توجد أمة إلى الآن في العالم عملت للكلمة معرض، إنما الأمم عملت معارض لصناعتها المختلفة، إنما الكلمة ما حدش عمل لها معرض. العرب عملوا للكلمة معرض، كل سوق الأوكاز وسوق المربد وزي المجنة يجي كل واحد شاعر قبيلة يجيب أجود ما عنده ويجي في السوق ويقعد الحكم كده يحكم شوف مين اللي أحسن الله، والكويس ينشروه على الإيه؟ على الكعبة. يبقى عملوا معرض للكلمة، يبقى كن نبوغهم كله في الكلمة وفي حسن الأداء. ومحمد جه في أمي في أمة أمية وقال أنا رسول، يوم ربنا يمدوا بمعجزة هم ما يقدروش عليه، مع أنهم نبغين في مين؟ في الكلام. نبغين في الكلام ما قدروش، قال لهم هاتوا صورة ما قدروش، 10 صور ما قدروش، مثله ما قدروش، وهم أمة كلام. يبقى إذن كل رسول بيجي بآية من جنس ما نبغى فيها القوم، يبقى لما يعمل العملية دي ويتحداهم بها يبقى صادق في البلاغ عن الله. وبعد ذلك يأتي له الوحي بما يريده الله أن يبلغه لإيه؟ لخلقه. ساعة ما يجي الوحي أول اتصال الوحي بالرسول، ودي يعني ظاهرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكله متغير. اللي قاعد في ريحه كانت ركبته عليه كده ما يقدرش عليها ترده، جبينه يتفسد عرق يغيب عن الوعي، وبعد ذلك يشرع عنه فيقول أنا نزل علي كذا وكذا ويقراها على الناس، يمكن صورة كبيرة يقراها، وبعدين يجي في الصلاة يقراها هي فتبقى زي ما قال. هات أي واحد يقول له اتكلم 10 دقايق وبعدين عيد الكلام يختلف، وقلوب اكتبوها وتنكتب. وبعدين لما سقل عليه الوحي بالشكل ده ربنا عايز يؤنسه بالوحي ففتر عنه مرة عشان هو يشتاق، لأن لما يشتاق تخفف الايه؟ تخفف المشاق. وبعدين ينزل بأشياء مش أهل هو لها يجيبها في محيطه العام. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا، أنا قعدت 40 سنة وياكم ولا شفتني اتكلمت ولا رحت عكاز ولا رحت المربد ولا عملت قصيدة ولا عملت خطبة ولا أي حاجة، ما فيش ما عملتش حاجة من دي. يبقى العبقرية اللي جابت الكلام ده يعني بتاعت 40 سنة. طب يقولوا كانت عنده، طب هو لما يكون عنده وأجلها 40، مين اللي كان ضامن حياته؟ ان أبوه مات وهو سنه كذا وجده مات، ما كانش مش قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وبعدين هو جايب له عشان الكفار يقتنعوا، ما سمعوش الكلام البليغ، ما سمعوش الكلام البديع ده ومش عارف ايه وبتاع،
وقولوا سحر مثلا. طب هنقول سحر، سحر عمل ايه؟ قال سحر الناس دول وخلوهم يسلموا. طب اللي سحر الناس دول خلوهم اذا ما كان يسحركم تروخلوه تنفض الحكايه. قال لا، يبقى مش سحر. لا ده واحد بيعلمه هناك عند الجبل بيروح له وتردد عليه اللي بتقولوا عليه ده، انما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي. الرجل اللي هناك اللي على الجبل ده اعجمي مش بتاع ده. الله، ده مجنون. طب المجنون ده معناه ايه؟ ان اعماله مختلطه معنا. طب هل جربتم عليه خلقا سيئا؟ وزي يقول لك لا علاقه، وما انت بنعمه ربك من. يوم الاشياء اللي يجيبها اشياء عجيبه، وتحدث له اشياء مع انهم ياتمروا، ما انتصروش عليه بالمجاهره ولا انتصروا عليه بالتبييت. يبيتهم ويقولوا لا قد من كل قبيله كذا جلد، ويمسكوا السيوف وضربوا ضربه راجل واحد عشان دمه يتفرق بين القبائل. اجتمع وهو نايم، يوم يخرج منهم، هم قاعدين منتظرينه، الله يلقي عليهم انهم فيخرج عليهم، وبعدين يبصوا ما يلاقوش. يبقى لا بالمجاهره ولا بالتبييت، لا وحاجه، ولا بالسحر ايضا. كان عندهم ناس يسحروا فسحروه، وبعدين ربنا قال له ده هيسحروك وعملوا كذا، والسحر ده في بير كذا وفي كذا، راحوا جابوه كده. يعني ربنا بيقول لهم لا بالمجاهرة هتيجي النار عليه، ولا بالتبييت، ولا بتسخير الجن اللي أقوى منكم عليهم، مش ممكن. يبقى دي كلها علامات من الله. وبعدين يجي حادثة عامة عالمية مش حادثة فردية. يجي مثلا دائما كان في عصر النبي قوتين في العالم، قوة شرق وقوة غرب. الشرق كانت فارس والغرب كانت الرومان، زي عندنا دلوقتي روسيا وأمريكا، وبينهم وبين بعض تملي الخلاف. فلما حصلت حرب قامت ايه، فارس غلبت الرومان، فالنبي زعل، الصحابه زعلوا. ليه؟ لان فارس وثنيه تعبد النار، لكن الرومان بيعبدوا اله وعارفين ان في رسول وعنده. فتعصب رسول الله لمن يؤمن بالهه وان كذبه، انما يؤمن بالهه. فزعلوا لدرجة أن أبو بكر لما قعد وياهم قالوا يا سيدي شوف أهي إيه، فارس غلبت إيه الروم، اللي بيقولوا إننا لنا إله ولنا مش عارف إيه وبتاع. فالله أنزل عليه القرآن، غلبت الروم في أدنى الأرض. ده واقع عالمية، بحث عالمية، مش عربية ولا إقليمية. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طب إمتى يا أخوي؟ بكرة. يمكن كنت عارف إن في مدد كان، قال لك في 7 سنين، في بضع سنين. يا من يقدر يتحكم في معركة بعد بضع سنين؟ البضع يقول حد 9، حد يقدر يتحكم في نتيجة معركة بعد بضع سنين؟ في بضع سنين. لله الأمر من قبل في الهزيمة ومن بعد في النصر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر الروم على فارس، لأن الروم مؤمنة بإله ومؤمنة برسول. وإن لم تكن مؤمنة بمين؟ فيقوم يجي بعد بضع السنين وربنا ينصر مين؟ ينصر الروم على فارس. ويصادف في أيامها أن رسول الله ينتصر في بدر على المشركين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبعدين قعدوا المدة دي فلقوا الحكاية وقعت. يبقى محمد عالم غيب؟ مش ممكن عارف. يبقى دي اشياء تدل على انه صادق فيما يوحى اليه. وبعدين احنا كل يوم بقى دلوقتي كل ما ارتقى العالم تيجي ايه كده تثبت الله، تيجي ايه تثبت الله. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فضيلة الشيخ، هل هناك صور او انواع للوحي؟ هل هناك صور او انواع للوحي؟ الايه اللي انت قراتها تدل على ذلك. ما كان لبشر، أي ما خلق البشر بقوة تستطيع أن تتلقى على القوة العليا، فلا بد أن توجد مراحل علشان دي، عشان البشر يطيق. ما كان لبشر، ما لا ينبغي لبشر أن هو ربنا يدي له وحي إلا من طريق ذلك، إما أن يجعله يلهمه أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل ملك يقول له.
إنما بشر لا مفيش. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. الوحي هنا إلهام. الإلهام مثلا سيدنا داود ألهم بالزبور، كتب الزبور إلهاما. إيه الإلهام؟ يعني شيء يخذفه الله في العقل ولا يوجد من النفس البشرية صد له. يعني الشيطان ما يجيش يزاحم، لأن وارد الرحمن لا يفسده الشيطان. هناك مثلا الصورة هي وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمنا إما تخاف على ابنك أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب هات أي امرأة كده وقول لها لما تخاف على ابنك ارميه في البحر، بالله بأعلاه ما يقفش فيه دي يقف. إنما وارد الرحمن لا يعارضه الشيطان. عملت ونفذت كأنها مسألة. هذه الإيه؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما. طيب ولذلك يقول إيه؟ نفس في روحي، يعني جاء في بالك. لما جي في بالك ما فيش حاجة فكرة عرضتها قالك لا، يبقى ما فيش شيطان. هذه واحد، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب كما كلم موسى، أو يرسل رسولا كما كلم محمد في أنه أرسل جبريل. يبقى هذه الطرق اللي ربنا يكلم بها خلقه ويقول لهم على الإيه، على مراده إيه، على مراده منهم. ليه؟ لأن القوي الأعلى الأدنى اللي هو إحنا ما نقدرش نتلقى عنه إلا بإيه، إلا بواسطة، كما قلنا على الوناسة والنور. نعم. المعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.